المفاوضات السابقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مدار السنين تتعثر، والقيادة الفلسطينية لديها خيارات عدة تدرسها بشأن شكل الصراع مع دولة الاحتلال. بعض هذه الخيارات نفذت كالانضمام لاتفاقيات جنيف الأربع، أما القادم فهو كما تقول القيادة الفلسطينية التوجه للمؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية. أما إذا تقدم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأي مقترح أو فكرة أو خطة ربما ستعيدنا إلى مربع المفاوضات الأول. لا يوجد رفض فلسطيني من حيث المبدأ للمفاوضات، إنما يوجد رفض لمفاوضات عبثية لا تحقق نتائج. إذا تقدم السيد كيري بأفكار وهذه الأفكار تأكد أنها أيضا مقبولة من الجانب الإسرائيلي ومقبولة من جانب في ساعة إذن يكون الوضع مختلف كليا. مفاوضات للعودة للمنهج السابق لن تكون بأي حال من الأحوال، لأنه إحنا عندنا المثل العامي بيقول اللي بيجرب المجرب عقله مخرب. سياسات وأفعال الحكومة الإسرائيلية تدل أنها ليست معنية بالسلام، بل وتضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية وتستمر بأفعالها الإجرامية. على الرغم من أنها تلاقي إدانة واسعة، لكن من أخذ أراضي الفلسطينيين وقتل الشعب عام 48 بمباركة العالم لن يسمع لهم الآن وهم يطالبونه بالعدول. هذه من المؤشرات التي ستزيد من عزلة إسرائيل السياسية، نتيجة لسياساتها، نتيجة لأفعالها اللي هي يعني ترجمة لتلك السياسات. إسرائيل تصر فيما تقوم به من أعمال على استمرار حالة التوتر وتوسيعها. القيادة الفلسطينية ومنذ نيسان الماضي بدأت تطرق أبواب العالم لعل أحدا يلتفت لما تفعله إسرائيل ويردعها. خطة القيادة الفلسطينية مؤخرا والتي تقضي بانسحاب إسرائيلي ضمن فترة زمنية محددة قد تصطدم بالفيتو الأمريكي حسب خبراء ومختصين. فكيف ستتعامل القيادة الفلسطينية بعدها؟ وما الطريق التي ستسلكه لنيل حقوق الفلسطينيين؟ أحمد برهمي، رؤية